أعنف وأبشع. إخوة في الكنترول نشاهد ذلك ومن ثم نعود للمناقشة. تفضلوا معنا. خطوة القوات المسلحة بمقاطعة دنيف ده بيعني ذهاب البلاد لإحاط شاملة، يعني لأنه دنيف دي تكاد تكون يعني من الفرص النادر تكرار لطبيعة الوساطة الموجودة فيها. الولايات المتحدة الأمريكية أي شخص بيعلم الأهمية بتاعتها للنطاق العالمي والثقل بتاعها للنطاق العالمي، وهي ألقت بكل كروتها في إنجاح مفاوضات جنيف. وإذا ما انفض سامر جنيف بدون حضور الأطراف المتقاتلة وبدون الوصول لها في هدايات، الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هي الآن داخلة على الانتخابات، وبالتالي قدر الاهتمام العالمي اللي جابته المبادرة دي لموضوع السودان حيتلاشى وحيختفي، وما حيكون في مبادرة بديلة بذات الثقل وبذات الأهمية. وده بيعني إنه يعني الحرب حيكون كأنما في إشعال جديد ليها، يعني إنه يعني حتمشي في طريقة أعنف ويعني أكثر انتشارا وأكثر بشاعة يعني. وبالتالي قرار عدم الذهاب للتفاوض ويعني إفساد منبر جنيف ده بيعني إنه الوضع في السودان حيمشي في منعطف خطير للغاية. خطير للغاية وحرب شاملة أعنف وتهديدات كثيرة، يعني يقول السياسي خالد عمر يوسف السياسي، أنا حريص على هذا اللفظ، يعني يتحدث سياسي بهذا الأمر، يقول لك لو ما مشوا جنيف دي فرصة نادرة، لو ما القصة دي حتبقى أعنف، يعني هنشوف دمار أكثر ربما ونحو ذلك. كيف نقرأ هذه التصريحات؟ نحن أول حاجة بنقول إنه تعريفه للحرب دي بأنها حرب محدودة عكس الحرب الشاملة اللي بيهدد بها الآن وبيتنبأ بها الآن خالد عمر يوسف. نحن نقول هل هذه الحرب الآن هي حرب محدودة؟ إذا أنت بتتحدث عنه مآلات الحرب فيما عدا جنيف ستكون حرب شاملة، هل هذه الحرب حرب محدودة؟ هذه الحرب حرب شاملة، حرب تشمل كل الجغرافيا السودانية. التهديد بهذه الحرب وممارسة أعمال الحرب شملت كل الجغرافيا السودانية، كل أقاليم السودان. الإقليم الشمالي تاريخيا موجود الآن فيه تهديدات الميليشيا في مصفات الجيل وشماله، وهذه فرصة نتحدث فيها عن التهجير القسري لقرى الريف الشمالي في خلال الأسبوعين الماضيات، في تهجير ممنهج تم عبر هذه الميليشيا للقرى الموجودة شمال البحري، كل القرى الموجودة لحتى منطقة المصفات الجيلي وقري، وتم إجبار المواطنين بالسياط وبالقوة العسكرية القاهرة أنهم يقطعوا النيل ويتهجروا من هذه المناطق. فهذه الحرب مست كل الأقاليم. نحن رأينا التهديدات الدعم السريع في شرق السودان، رأيناه في جبيت، رأيناه في المناطق تحت النيل الأزرق، رأيناه في جنوب كردفان، في غرب كردفان، في شمال كردفان، في دارفور الكبرى. هل هذه التهديدات الآن هي تهديدات جغرافية محدودة؟ هي جغرافية غير محدودة، فبالتالي هذه حرب شاملة. هل هذه الحرب الآن محدودة في مواجهة القوات المسلحة فقط؟ يعني هذه الميليشيا وهذه القوة المتمردة هل تقاتل القوات المسلحة فقط؟ لا، هي هذه الميليشيا تقاتل القوات المسلحة، تسهم لمقاتلة المواطنين وإجلاءهم من منازلهم، تعمل على إفغار المواطنين ونهب ما في أيديهم، تعمل على تغيير ديموغرافي للسكان في المنطقة وإجلاء المواطنين من غرى مختلفة، زي ما ضربنا أمثلة كثيرة جدا في شمال كردفان في إجلاء المواطنين، في خرطوم في إجلاء المواطنين، في الجزيرة وفي سنار في إجلاء المواطنين، في شمال بحري في إجلال المواطنين وسكان الخرطوم تقريبا يعني 70% منهم غادروا و 80% منهم غادروا الولاية. فهذه حرب موجهة ضد المواطن، نهب أملاك المواطن، مواجهة المواطن وقتل المواطنين وأعداد المواطنين الذين قتلوا في هذه الحرب أعداد كبيرة. التوجه ل يعني المس بكرامة المواطنين السودانيين من خلال عمليات النهب ومن خلال عمليات التعذيب الممنهجة التي تبث بكاميرات الميليشيات، عندما يتم التعذيب بتاع الناس وإجبارهم على الإذعان للميليشيا في هذه الكاميرات هذه التي يعني نشوف فيها كثير جدا من المقاطع دي. فهذه حرب موجهة ضد المواطن، هذه ليست حرب محدودة. هل هذه الحرب محدودة لم تمس مؤسسات الدولة؟ هذه حرب الآن الميليشيا دخلت كل مؤسسات الدولة، خربت المستشفيات، خربت المرافق التعليمية، خربت المراكز العلمية وأساس المعرفة تحت الدولة من خلال الدخول إلى مراكز السجل المدني والدخول إلى مراكز المعلومات الحكومية والدخول إلى المؤسسات الحكومية المختلفة بضرب البنوك والبنية التحتية للاقتصاد السوداني كله، النهب المصانع وترحيل في مصانع كثيرة جدا تم ترحيلها خارج السودان،
تم نهب مصانع وتفكيك مصانع وترحيلها خارج السودان. فهذه حرب اقتصادية في جانبها الاقتصادي عميقة جدا جدا، تعمل على إفقار الشعب السوداني ونهب موارده وإيقاف العملية الاقتصادية بالكلية. تستهدف النظام المالي بتاع الدولة من خلال استهداف البنوك، تستهدف النظام الاقتصادي بتاع الدولة من خلال استهداف القاعدة الصناعية الكبيرة في الدولة، تستهدف الإنتاج في الدولة والأمن الغذائي بتاع الدولة من خلال إيقاف المشروعات الزراعية المختلفة وتعطيل الإنتاج ونهب مدخلات الإنتاج التي في أيدي المواطنين وإيقافهم من الإنتاج، بنهب المنتجات الزراعية من المواطنين وترحيلها من بيوت المواطنين اللي خارج السودان إلى مناطق مختلفة وبيعها في أسواق مختلفة. تستهدف كذلك يعني هذه الحرب الصورة الكلية لسيادة الدولة عندما تتحدث عن أنك أنت متمرد على الدولة ودار تغير نظام الدولة الموجود منذ استغلال السودان، تقول إحنا دارين دولة أخرى غير دولة 56. تستهدف نظام الدولة عندما تتحدث أنك دار توطن الديمقراطية بقوة السلاح. فبالتالي تعريف خالد عمر يوسف كسياسي لهذه الحرب هو تعريف ناقص وغير أمين. هذه حرب شاملة ضد السودان وضد المواطن السوداني وضد مؤسسات الدولة السودانية وضد الوجود السوداني، وجود المواطن السوداني على الأرض السودانية.